طيب فريق الاعداد مشكورا، محضر لحضراتكم معلومات عن الفرق اللي يعني وقعت كده مع الزمالك في مجموعه الكونفدراليه. تعالوا نبدا بالمصري البورسعيدي، يشارك في البطولات الافريقيه للموسم الثامن. لعب 65 مباراه، فاز في 32، تعادل في 13، وانهزم في 20. سجل 78 هدف واستقبل 57 هدف. بيشارك في كأس الكونفدرالية للمرة الستة، لعب 49 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 12 وانهزم في 14، وسجل 61 هدف واستقبل 44 هدف. البطولات الأفريقية اللي حققها لا يوجد. يشارك كثالث الدوري المصري في نهاية الدور الأول لموسم 23-24 ونتائجه في البطولة. في الدور الأول لم يلعب، في الدور الثاني لعب مع الهلال بنغازي بليبيا، خسر 3-2 وفاز 3-2 وتأهل بضربات الترجيح. ولا يوجد مواجهة سابقة مع نادي الزمالك مع نادي المصري. طيب أنيمبا النيجيري يشارك في البطولات الإفريقية الموسم السبعتاشر، لعب 160 مباراة، 76 فوز، 38 تعادل، 46 هزيمة. سجل 247 هدف واستقبل 154 هدف. بيشارك في كأس الكونفدرالية للمرة الستة، لعب 45 مباراة، 22 فوز، 8 تعادل، 15 هزيمة، وسجل 56 هدف واستقبل 46 هدف. البطولات الأفريقية اللي حققها: بطولة دوري الأبطال في 2003 و2004، بطولة كأس السوبر في 2004 و2005. بيشارك في بطولة الكونفدرالية كثالث الدوري النيجيري موسم 23-24. نتائجه في البطولة: في الدور الأول لم يلعب، في الدور الثاني لعب مع إتوال فيلانت من بوركينا فاسو، تعادل 0-0 و0-0 ايضا وتأهل بركلات الترجيح. لا يوجد له مواجهه سابقه مع نادي الزمالك. بلاك بولز الموزمبيقي، يمكن الفريق ده ملوش يعني انفوهات كتير على كل المواقع، ولكن جبنا كده ابرز المشاركات وابرز ارقامه. بيشارك في البطولات الافريقيه الموسم الثاني، لعب 6 مباريات، فاز في 3 وخسر 3، وسجل 14 هدف واستقبل 7 اهداف. بيشارك في كاس الكونفدراليه للمره الاولى، لعب 4 مباريات، 3 فوز وهزيمه وحيده، وسجل 13 واستقبل 2. البطولات الافريقيه اللي حققها لا يوجد. يشارك في البطولة كبطل كاس موزمبيق 2024. نتائجه في البطولة: في الدور الأول لعب مع أليزي فور من جزر القمر، فاز 7-0 و4-0. في الدور الثاني لعب مع أوثو دويو الكونغولي، فاز 1-0 وخسر 2-1 وتأهل. ولا يوجد للفريق مباريات سابقة مع نادي الزمالك. يمكن اللي انا شايفه من الانفوهات اللي قلتها لحضراتكم والاحصائيات اللي حضرناها، لان احنا بنتكلم عن ثلاث فرق مرشحين وبقوه للصعود للدور القادم وهو دور الثمانيه. ليه بقول كده لحضراتكم؟ لانه عندنا الزمالك المصري بالتأكيد فريقنا هو المرشح الأول وبقوة الفوز بهذه البطولة، لسه من كام شهر فايزين بيها، وعندنا كل إمكانيات، عندنا التاريخ، عندنا اللعيبة، خلاص ما بقاش عندنا حتة عندنا سكواد للدوري وسكواد لبطولة أفريقيا، الفرقة كلها متأيدة في بطولة الكونفدرالية والفرقة كلها متأيدة في الدوري المصري، فنقدر نلعب بالسكواد كامل. السكواد ده حقق بطولة سوبر افريقيا من 10 ايام. ف
اللي بتكلم فيه انه خلاص نادي الزمالك انا شايف انه المرشح الاول للفوز ببطولة الكونفدرالية هذا الموسم. نيجي بعد كده انيامبا النيجيري. يمكن انيامبا النيجيري عنده هيستوري او تاريخ في البطولات الافريقية، يعني شارك 17 مرة، لعب 160 مباراة، ويمكن هو عنده خبرة يمكن في البطولات الافريقية كبيرة. كسب دوري الابطال 2003-2004، بطل كاس السوبر 2004-2005. فريق عارف يعني قد ايه يمكن يلعب في الاجواء اللي هي بتاعت شمال افريقيا، عارف ازاي يروح يلعب بره ويخطف نقطه او ما يخسرش، ودي مهمه بالنسبه له. فبنتكلم ان انيامبا النيجيري مرشح وبقوه للصعود للدور القادم. عندنا طبعا المصري البورسعيدي. المصري البورسعيدي اللي لو قعدنا نتكلم اكيد فرقه بتدخل عندها مرشحه بقوه، عندها الدوافع اللي تخليها تصعد من دور المجموعات الى دور الثمانيه. هيحاولوا اكيد يصعدوا من هذه المجموعه، فانا شايف ان المجموعه دي من اصعب المجموعات اللي موجوده في القرعه، والمريح فيها والحاجه الوحيده اللي بتدي نادي الزمالك ادفانتج او الافضليه انه هيرتاح شويه من السفر. هيلعب حوالي 4 مباريات من اصل 6 مباريات هنا في مصر، 2 مع المصري ذهابا وايابا، والفرقتين التانيين انيامبا وبلاك بولز ذهابا هيلعب هناك 2 مباريات وايابا هيلعب هنا 2. يبقى بنتكلم 4 مباريات من 6، وفرنا وراحه للاعبين، وفرنا طبعا سفر، وفرنا تذاكر طيران بالتاكيد واجراءات السفر، فكل ده بيحسب في يعني الجهد بتاعك انك عايز تحقق البطوله او مشوارك للبطوله. فدي حاجه مهمه جدا. نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله كل البطولات الموسم ده شايفين يعني مجلس الاداره شغال على قدم من وثاق ان هو يقفل ملف التدعيمات. لسه بنتكلم يعني عن لعيبه تحت السن ولعيبه لسه جايه في بعض المراكز، مش عايزين نحرق حاجه، ولكن يعني شايف ان نادي الزمالك عامل سكواد محترم. اتفرجوا على نادي الزمالك اللعيبه بتاعتنا اللي موجوده الى الان بدون عوده كابتن عبد الشافي، كابتن الونش، كابتن ماجد طبعا، حمدي، بدون عوده 3 لعيبه دول، بدون دخول الصفقات الجديده في الفورمه زي يعني بنتايك مش عايز اتكلم عليه، كلنا شايفينه دخل ما شاء الله كانه بيلعب بقاله 2 3 سنين، ولكن كونراد مشلاك، عمر فرج، كل اللعيبه دي لما تدخل في مود الفرقه وتدخل في الكيمستري بتاعت الفرقه بالتاكيد 1000000% هتفرق مع نادي الزمالك. فنادي الزمالك مرشح للفوز بجميع البطولات هذا الموسم، وزي ما قال كابتن شيكابالا نادي الزمالك يقدر يعمل كل حاجه.